كشفت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن مصر جاءت في المركز الثاني بقائمة أكثر الدول العربية جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022. يعد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة خطوة تاريخية لمصر في عهد الرئيس السيسي لكونها أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، بالإضافة إلى أن هذه الصفقة تتميز بكونها تعتمد على الشراكة وليس بيعاً للأصول لذلك فان الصفقه الاستثماريه الخاصه بمشروع تنميه مدينه راس الحكمه ستحقق عددا كبيرا من المكاسب للدوله المصريه